هنا بقى نيجي لنقطة رهيبة جدا 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 تبين ان هذا الانسان لا ينتمي للكنيسة الارثوذكسية. ليه بقى؟ لان هو ما وقفش بس للفخر الذاتي، لا ده كمان انتقد قصص القديسين وقال لك انا ما بعترفش باي احداث طالما ما جاتش في الانجيل. معنى كده ان هو لا بيعترف بقصص القديسين ولا بالرسل، يبقى ده اساسا ما بيعترفش اساسا بالارثوذكسية، لان الارثوذكسية بدون قديسين ما هياش ارثوذكسية. يبقى انت كده بروتستانتي عادي، انا بحترم البروتستانت، بس يا عم الحاج لو انت يا عم القس لو انت ما بتؤمنش بالقديسين روح محال المبارك، روح ابقى قس بروتستانتي. بس حتى لو بقيت قس بروتستانتي هتبقى بروتستانتي معرض، لانك معرض للدولة. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة عشان نفهم الفول أكتر. احنا بنقرب عشان نوصل للخلاصة حتى حتى كده. لما اتكلم عن السيسي اتكلم ازاي؟ بس انت عارف قدسك ان انت كافر بالنسبة للعقيدة الإسلامية. انا مش شايف ان انا كافر، انا شايف ان انا لا اللي انت شايفه حاجه واللي هم شايفينه حاجه تاني. منهم قسيسين ورهبان وهم لا يستكبرون. مفيش حد دخلت عنده بيته او دخلت عنده في مشكله اروح انا والشيخ يبقى مشكله طلاق بين ولد وبنت بيحبوا بعض وامهم عايزه تطلق البنت الا وانها يعني تقول طب ده عشان دخلت ابونا ومجيئه من مصر اللي قبل ما تروح بشويه انا هحل المشكله دي. انا معاك يا تسابونا، بس احنا عندنا في ايه صريحه، قاتلوا كل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب. فانت كده كافر بالنسبه له. احنا لو القتال شغال يبقى احنا انا قاعد اهو، كان زمان السيوف شغال، القتال والحاجات دي انتهت ويعني احنا نشكر حضره الرئيس السيسي وفخامته على التنوير اللي بيحصل. او ربنا يعني او ربنا نشكره. هو احنا انت لو عندك ضلمه هتقول شيلوا الضلمه ولا نور النور؟ نور النور، مفيش حاجه اسمها شيلوا نور النور، الراجل بينور النور، اصبروا بقى لما النور ينور واشتغلوا معاه. وما تشوف واحد زي حالاتي شجعوه، شوف واحد زي حالاتي شجعوه. بيقول لك اصبروا على السيسي والراجل بينور النور، ولما تلاقوا زي واحد زي حالاتي شجعوه. والظاهر انك انت زي السيسي كذاب، يعني ان السيسي ابو كل كذاب وانت زيه كذاب، لان السيسي عمره ما كان هيصلح ولا بينور ولا بينير. فواضح انك انت والسيسي عجينه واحده يعني، ومخرجك واحد ومقامكم واحد واخرتكم واحده. لما نيجي بقى النقطه بيتكلم على الكنيسه بتاعته، هو طبعا هو الكنيسه اتحرقت وقالوا له انها ما تتحرقش، ولما رفض انها ما تتحرق يقول انها ما تتحرقش، قال قعدوه في الدير 6 شهور لدرجه عينه جات له ميه زرقاء والعرق والحر انا ما اعرفش. طب مين اللي قال لك قول الكنيسة ما تتحرقش؟ هل البابا اللي قال لك مثلا الكنيسة او المجمع المقدس او الاساقف قال لك ما تقولش انها اتحرقت ورحت انت قلت راح حجزوك 6 شهور في الدير؟ وبعدين في نفس الاخر غلطت في الاخر، عكست الكلام، قلت ازاي اقول اتحرقت وهي ما اتحرقتش؟ هي لخبطة، هو هي اتحرقت فعلا، بس انت اتلخبطت في الكلام ليه؟ لانك مش مركز. نشوف كده النقطة دي ازاي اسيب ايمان، يعني ده احنا بنموت عشان حرف عشان كلمة. ده أنا يعني لما أيام الإخوان طلبوني إن أكتب إن كنيستي ما اتحرقتش وهي اتحرقت، قبلت العقاب وإني أروح الدير 6 شهور في عز الحر وجسمي نزل وجاتني مية زرقاء في عينيا وتعبت تعب السنين، ونشكر ربنا
يعني رفضت ان اكتب ان كنيسه اتحرقت وهي ما اتحرقتش. نوع رابع اموت ولا يعطل احد فخري. ده انا يعني لما ايام الاخوان طلبوني ان اكتب ان كنيستي ما اتحرقتش وهي اتحرقت ورفضت ان اكتب ان كنيسه اتحرقت وهي ما اتحرقتش. نوع رابع اموت. ده انا يعني لما ايام الاخوان طلبوني ان اكتب ان كنيستي ما اتحرقتش وهي اتحرقت ورفضت ان اكتب ان كنيسه اتحرقت وهي ما اتحرقتش. نوع رابع اموت. طبعا انا كررتها الجزء الاخير علشان انتوا تاخدوا بالكم من الاختلاف والتناقض في الكلام. هنا بقى نيجي لنقطة رهيبة جدا 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 تبين ان هذا الانسان لا ينتمي للكنيسة الارثوذكسية. ليه بقى؟ لان هو ما وقفش بس للفخر الذاتي، لا ده كمان انتقد قصص القديسين وقال لك انا ما بعترفش باي احداث طالما ما جاتش في الانجيل. معنى كده ان هو لا بيعترف بقصص القديسين ولا بالرسل، يبقى ده اساسا ما بيعترفش اساسا بالارثوذكسيه، لان الارثوذكسيه بدون قديسين ما هياش ارثوذكسيه، يبقى انت كده بروتستانتي. عادي انا بحترم البروتستانت، بس يا عم الحاج لو انت يا عم القس لو انت ما بتؤمنش بالقديسين روح محال المبارك، روح ابقى قس بروتستانتي. بس حتى لو بقيت قس بروتستانتي هتبقى بروتستانتي معرض، لانك معرض للدوله في كلتا الحالات. نسمع لدي كده. عايز اقول لك اتربيت على الحق قوي، اتربيت على الصدق قوي، اتربيت على الايمان المسلم اولا. لا لا فيش تقدميه ما عندناش في المسيحيه للانجيل. لو قلت لي ان الانبا بولا بالغراب بيوكله والانجيل ما قالش ان ايليا في غراب بيوكله، هقول لك القصه بتاع الانبا بولا دي خرافيه حتى لو شفتها بعينيا. انا ماليش دعوه، ما تحطهاليش في الكنيسه. انا طالما حاجه مش موجوده في الانجيل، لو قلت لي ان الانبا بولا بالغراب بيوكله والانجيل ما قالش ان ايليا في غراب بيوكله، هقول لك القصه بتاع الانبا بولا دي خرافيه حتى لو شفتها بعينيا. لو قلت لي ان الانبا بولا بالغراب بيوكله والانجيل ما قالش ان ايليا في غراب بيوكله، هقول لك القصه بتاع الانبا بولا دي خرافيه حتى لو شفتها بعينيا. لو قلت لي ان الانبا بولا بالغراب بيوكله والانجيل ما قالش ان ايليا في غراب بيوكله، هقول لك القصه بتاع الانبا بولا دي خرافيه حتى لو شفتها بعينيا. وضحت الصوره، وضحت هو ده خلاص كده. دي الجمله دي لوحدها بتحكم عليه، بتحكم عليه ان هو راجل مش ارثوذكسي، راجل مش ارثوذكسي. تعالى بقى لما لما الشخص يكون بيدي قيمه اكتر من حجمه، يعني بيدي نفسه اكتر من حجمه. انا عارف طبعا هيترد عليا، يعني انا هيتعمل على الفيديو ده رد عليا ويطلع والكلام ده بقى، لا ولا تفرق معايا الكلام الفاضي ده.